إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. الفيديو ده للتذكرة بس، علشان هنبتدي ننزل سلسلة فيديوهات فيها الشرح بتاع الحقن والتردد الحراري والحاجات اللي احنا بنعملها، والتسليك بالقسطرة وحقن معاملات النمو والخشونة والكلام ده. فقلنا إن احنا ننزل الفيديو ده عشان نفكركم بمكونات العمود الفقري، عشان ما تتوهش مننا لما اجي اشرح لك واقول لك ده غضروف ده فقره، ما تتوهش مني. فانا قلت برضو افكركم الاول بالفيديو ده. ده العمود الفقري، ده زي الرقبه زي الظهر، الله يخليكم. الرقبه فيها نفس المكونات زي الظهر، تمام، غضاريف واعصاب وفقرات وكل حاجه، عشان ما حدش يقول لي طب انت الفقرات العنقيه ما شرحتهاش. لا، الفقرات القطنيه زي العنقيه، تمام. يبقى احنا هنبتدي اهو. اول حاجه دي فقرات اللي لونها ازرق قدامكم، دي اللي اسمها الفقرات، اللي اهي دي الفقرات. خلاص كده، في اي حاجه متلخبطه، دي فقره ودي فقره ودي فقره ودي فقره، يبقى دول الفقرات. نيجي بعد كده هنشوف ايه اللي عندنا. اللي لونهم اصفر دول الاعصاب، تمام. اللي لونهم ازرق دول مفاصل الفقرات، في فرق اهو، مفاصل الفقرات. يبقى احنا عندنا الفقرات، تمام، عندنا من ورا مفاصل الفقرات اللي بيجي فيها خشونه، تمام. الفقرات دي اهميتها عندنا ايه؟ دي الفقرات اللي ممكن يجي فيها تزحزح فقاري. طب اهميه مفاصل الفقرات دي ايه؟ دي اللي ممكن يجي فيها خشونه او ارتروز او سوافان، اللي هو يعمل لك الم في اسفل العمود الفقري او يعمل لك الم في الرقبه، تمام. والاعصاب دي اللي بتسمع في الرجلين او بتسمع في الذراعين، تمام. يبقى احنا شفنا الفقرات لونها ازرق، اللي لونه ازرق ده دلوقتي مفاصل الفقرات. نيجي بعد كده، خلاص شفتوها يمين وشمال اهو، عشان لما حد يجي يقول له ظهرك بيوجعك يمين ولا شمال يقول لي في النص. في النص يعني يمين وشمال اللي انتوا شفتوهم دول، تمام. نيجي بقى بعد كده، ادي الاعصاب، شايفين الاعصاب دي؟ دي الاعصاب اللي بتغذي مفاصل الفقرات، دي غير الاعصاب اللي نازله على الرجل والدراع، تمام كده. دي الاعصاب اللي بتغذي مفاصل الفقرات. نيجي هنا، اهي الاعصاب اللي هي لونها ازرق دي اللي بتغذي مفاصل الفقرات. فين الغضاريف بقى؟ هتبتدي تنور عندنا باللون الازرق اللي هي الغضاريف، تمام. اه، واحد اتنين، ادي غضروف، ادي التاني، ادي التالت، تمام، عشان تتخيلوا الغضاريف. طبعا الفيديو ده عشان ما نطولش تقدر تعيده كذا مره، انت تقدر تعيد الفيديو، نسيت حاجه تجيب من الاول تشوف الحته اللي فاتتك، يعني فاهم قصدي؟ بدل ما تقعد تسال هو فين هو فين هو فين، انت بنفسك او عيد الفيديو من الاول تاني، رجع حته لورا، شوف المكان اللي انت عايزه، تمام. ادي الغضاريف اللي احنا نورت قدامنا بالازرق، تمام. نيجي بقى لايه؟ للاعصاب بتاعتنا اللي هي لونها اصفر قدامكم دي، ادي الغضروف. اه، هنشرح كمان ده الغضروف نفسه. الغضروف اللي احنا طلعناه ده بيتكون من الجزء الداخلي اللي هو النيوكليوس او النواه، والجزء الخارجي اللي هو الانيولس او الجزء اللي هو الفايبرس اللي هو ناشف، يعني بيحافظ على ده. الانزلاق الغضروفي لما ده يتفتح وتخرج حته جيلاتينيه من هنا تلمس العصب، او ان ده يئب بره، عشان المرضى دلوقتي طالعين في موضه جديده جدا يقول لك هو في انتفاخ في القرص ولا في انزلاق في الماده الهلاميه. الاثنين بالنسبه لك ما يفرقوش، يعني ما كبر دماغك، يعني الاثنين بالنسبه لك هم نفس الحاجه. يبقى ده الغضروف بتاعنا، تمام. ادي الجزء الداخلي المنور ازرق، وادي الجزء الخارجي بتاعه، ورجعناه مكانه تاني علشان تشوفوا الاعصاب، تمام. الاعصاب بتاعتنا اللي هي هتبقى باللون الازرق اهي، تمام، يمين وشمال يمين وشمال. وبعدين عندنا هنا ده المفصل الحرقوفي او مفصل الحوض الخلفي اهو، هم نوروهم اهو، يمين وشمال مفصل الحوض الخلفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.